السلام عليكم، مساء الخير. الحين ابغى اسوي فطائر البالونه التركيه. عندي هنا زي ما انتم شايفين 3 اكواب دقيق، ملعقه سكر كبيره وملعقه خميره، نص ربع كوب زيت، اي زيت تبغين، وكاس وربع زي ما انتم شايفين هنا حليب. ونبدا بدايه. احط كوب، طبعا يكون الحليب دافي، ونص حليب، بعدين احط السكر اللي هي ملعقة كبيرة، بعدين ملعقة كبيرة خميرة، واشغل الخلاط عشان يختلطوا مع بعض، بعدين احط ربع الكوب الزيت، واحط ربع ملعقة ملح، وابدأ اشغل الخلاط واضيف الزيت، بعدين ابدأ اضيف الدقيق. هذا اول كوب، هذه هي العجينة، تكون قوامها بالطريقة هذه، ثم غطية وخليها تتخمر. الحين بغى أسوي دجاج كريسبي. حطيت هنا فلفل حار وبابريكا، وهنا كزبرة وكمون. الدجاج قطعته كذا، دجاج فليه قطعته شرايح. طبعا اخلط هذه البهارات مع بعض وابدا اتبل الدجاج، احطه كذا واخليه ياخذ بهارات، خلاص كذا، واسوي كل الكميه. الحين اجيب زبادي، عندي هنا ثوم مهروس، احط ملح، احركهم مع بعض، اضيف شوي مويه بس عشان أو بغيتي تحطين حليب حسب رغبتك. بعدين أضيف 2 بيضة وأحركهم مع بعض. أضيف دجاج جوا الخليط. ثم أغطيه وأخليه نص ساعة في الثلاجة. هذه هي العجينة خمرت. الحين قطعة هتصير 6 قطع، أنا قطعت العجينة تقريبا 6 قطع، ثم أبدأ أسويه على شكل كور. قطعته 3 قطع، غطية وخليها تتخمر 10 دقائق تقريبا. الخطوة الثانية، حطيت عندي حليب وهنا سمسم وهنا زعتر، ثم أجيب العجينة وغطه بالحليب بشكل كامل، وأشيله وأحطه في السمسم، زين، ثم نسوي الباقي. ممكن أسوي سوي هذه بال، عندي هنا زعتر، طبعا حسب الرغبة اللي تبينه، وصرت ما تحبين الزعتر بالسمسم. الآن ببدأ أخذ العجينة للزعتر، طبعا تبغينها تصير اكبر، تبغينها تصير نص، ما في مشكلة اللي تحبين يعني.
الحين سويت كل الكمية وحطيت تحتها ورق زبدة، والحين أبدأ أقليه. كده خلاص وأقلي كل الكمية. بعدين نقلى الزعتر، بعدين أول شيء حضيف هنا كوب دقيق، نص كوب دقيق نشا، بهارات بابريكا مدخن، بيكنج بودر، شوي ملح، ثم نخلطهم مع بعض. ثم طلعت الدجاج اللي قبل شوي اللي انا اخذت تبلته، اشيل الدجاج قطعة الدجاج واحطه بالدقيق غلفه زين. نسوي كل الكمية، ثم نبدأ نقلي الدجاج. الحين جهزت الحشوة، طبعا الفطائر هذه اللي هي الفطائر البالون التركية تحشينها أي شيء تبغينه، دجاج، لحم، اللي تحبين، لكن انا بحشي مرتديلا ودجاج كريسبي. ثم احط خس، واحط قطعة كريسبي، ثم احط شوي مايونيز، طبعا هذا كله حسب رغبتك، يعني اللي تبين انت سوي كذا تكون جاهزة. هذا الزعتر، احط خس، واحط مرتديلا، احط جبن شرائح مع المرتديلا، وطبعا احط طماطم حسب الرغبة، كل هذا حسب اللي انت تبينه، وكذا تكون جاهزة. الطعام خرافي، لذيذة من المرة، ما شاء الله تبارك الله، جربوه.